تمام. ان انا لازم تعرفي ان احنا في ظروف الخمس ست سنين اللي فاتوا دول احنا في ظروف استثنائيه. ويعني كل جهد الدوله لمعالجه هذه الفتره وما يعني لم تدعنا من الارهاب. سياده الوكيل انت اتكلمت دلوقتي على حاجه كانت فكره التماسك وانه امبارح يا جماعه انتوا كلكم شفتوا حديث الرئيس او المؤتمر بتاع حكايه وطن. بيتهيألي كلكم شفتوه. لاول مره وده كلام برضو انا شخصيا لما باجي اتكلم بسال في الميدان قبل ما اقول جملتي عشان اتاكد منها. فكره لاول مره ان احنا نشوف رئيس بيحترم شعبه. كل الرسائل وعلى فكره دي كانت رسائل من العالم كله. رئيس بيحترم شعبه. احنا في القاعه امبارح وقاعدين فحد من اللي قاعدين بيقول له احنا وراه. قال لهم لا. انتوا جنبي وانا معاكم. يعني انت عايزه ايه؟ عايزين كل عمل او كل انجاز تم في الاربع سنين بينسبوا للشعب مش لنفسه. لو لاجوا انتوا يا مصريين. وده حقيقي. هو اشار اشارتين. فكره تحمل الناس بعد قرار تحريم سعر الصرف. وايضا في ظرف تاني من الشباب فاكره برضه بيشكر فيها الشعب. ده حقيقي. هذا بمناسبه التماسك وبمناسبه الرحمه والكلام ده. شكرا يا استاذ مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً أنا مواطن من شعب مصر السيد محمد، الناصر السياسي في حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية في مركز الحرية لحقوق الإنسان، ولي الشرف العظيم إن أنا أكون ناصر فريق المكتب التنفيذي المحلي لسيادة الرئيس إن شاء الله قادمة. وأرجو من الجميع وأشكر أولاً السادة الضيوف الأجلاء على توضيح